اهلا بكل من يشاهدنا في هذه اللحظات في الصباح 29 من رمضان، مباشرة من امام مسجد الحسن الثاني مدينة الدار البيضاء. ممكن تشوفوا الاجواء اللي هي هادئة اليوم الخميس، هذا الحركة البحر، كاين واحد الجزر، البحر طبيعة الحال هادئ بعض الشيء. اليوم يعني الجو هادئ بجانب البحر، ما كاينش واحد البرد اللي مولفين عليه في مدينة الدار البيضاء خاصة حدا البحر. تحياتنا لإبراهيم، تحياتي لكل المشاهدين اللي حاضرين من ألمانيا. أخوكم إبراهيم، تحية لك إبراهيم من ألمانيا. الأجواء رائعة بجنب حسن الثاني، ممكن تشوفوا معنا الصباح هذا. كاين الناس اللي خارجين في الصباح هذا، كان اللي خارج يستمتع بهذه اللحظات الصباحية. كما كتشوفوا معنا هذه الاجواء الصباحيه في يوم 29 من رمضان. رأيت حال كيف صلنا على يوم العيد، يوم واحد ويوم الغد الجمعه. رأيت حال شهر رمضان اللي داز يعني بواحد السرعه اللي فائقه، اغلبيه الناس ما حسوش بهذا الشهر هذا دغيا داز، خصوصا جا في وقيته ديال الجو معتدل فيها، ما كاينش البرد اللي قاس، صح في نفس الوقت ما كاينش يعني الصهد، ماشي بحال الاعوام اللي داز اللي كان فيها رمضان يعني يكون فيها شويه الصهد. فلذلك السنه هذا داز يعني بواحد السرعه فائقه. وشوف انا حركه البحر، كاين واحد الجزر في البحر، طبعا تحلوا الرائحة ديال البحر، يا سلام. تحية لمحمد بالي من أزيلال، يوسف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخي عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. أنت كذلك السي يوسف، عيد سعيد وكل عام وأنت بخير وكل من يشاهدنا في هذه اللحظات. تحية عبد اللطيف بهنية، تحياتي لكم جميعا، عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. كذلك السي عبد اللطيف، عيد سعيد وكل عام وأنت كذلك بخير. السي مصطفى السلام، وعليكم السلام أخويا. البشير كيقول لنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام خويا، كدا لاباس عليك. سي محمد داودي من فاس، سعيد مبارك سعيد خويا سي محمد، عيدك مبارك سعيد كذلك، واش من بلاصة في فاس.
هشام كيقول له واش كاين العيد غدا؟ غدا لا غد ما كاينش العيد، حتى العيد ان شاء الله يوم السبت باذن الله. سي خضر يوسف، تحياتي لكم جميعا من سبت جازوله. فاحنا كنحيوكم من مدينه الدار البيضاء. رشيد، رشيد عيد مبارك سعيد اخي، الله يبارك فيك علينا كاملين وعيدك مبارك كذلك. سي عبد الله كيقول خويا، اخويا القريعه سولتك يمكن مش من بلاصه كاين. حوريه فهمي كتقول صباح الخير للجميع، صباح الخير. سي يوسف غانمي كيقول السلام خويا، فوقاش العيد؟ العيد ان شاء الله وبحول الله يوم السبت باذن الله يا رب. عبد الله كيقول سير لدرب السلطان، اكيد غادي نمشيو لدرب السلطان، اكيد غادي نمشيو لدرب السلطان السي عبد الله، هذه حاجه طبيعيه. ابراهيم كيقول لي امتى العيد؟ العيد اخويا نهار السبت باذن الله. السي مصطفى، سي مصطفى كيقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباح الخير صباح النور سي مصطفى، كيف الحال؟ كلشي مزيان؟ قادر كيقول هادي كازا ولا وهران؟ لا هادي كازا بلانكا. سي محمد داودي كيقول من طريق صفرو فاس، من طريق صفرو فاس، اش من بلاصة من طريق صفرو؟ شارع الوفاء ولا النرجس؟ حسن فاكيهي كيقول تحية حارة من مدينة الناظور، تحية حنا كنحيوك بطبيعة الحال من مدينة الدار البيضاء. حورية فهمي ان شاء الله عيدكم مبروك سعيد، وانت كذلك عيد مبارك سعيد. ميلود العالمي صباح النور صباح الخير سي ميلود. كازا بلانكا القلب النابض للمغرب. يوسف غانمي اسبانيا خويا، اهلا وسهلا بك مع كل قال الناس اللي ساكنين في اسبانيا وكل الجاليه المغربيه اينما كانت. ظهيره كتقول العيد نهار الجمعه ماشي نهار السبت، على حسب علمنا حنايا العيد يكون نهار السبت باذن الله، الا كان شي تغيير طبيعه الحال نخبركم به، كونوا على اكيد. محمد الواجي صباح النور والسرور من حي بوزغلال المضيق، اهلا وسهلا بك وكل كاع الناس ديال المضيق. عمر، عمر كيقول مبادرة زوينة نورتينا الله يعطيك الصحة بهذه المشاهد الرائعة. أنا بن سليمان شكرا، حنا كذلك نشكرك جزيل الشكر سي عمر. سي طارق كيقول سلام معك طارق السبسي دعاء الهم، بغيت نحل كاع الناس اللي كيشاهدونا في هاد اللحظات اللي عارف شي دعاء لشي واحد يعني عنده هموم او عنده مشاكل، فيا ريت لو يكتبوا لينا في لي كومونتير. فاطمه هيمي ما شاء الله على بلدي الغاليه، كم وحشتيني بلدي، تحياتي لكم وواشكم مبروك. كذلك تحياتنا ليك لاله فاطمه وعواشرك مبروكه اينما كنتي. عبد الرزاق عرباوي كيقول من ايطاليا تحياتي، فاهلا وسهلا بك كل الناس الجاليه اللي مقيمين بايطاليا واينما كانوا في كل بقاع العالم. قدير امكا كيقول تحيه من عند ليزال جيغيان، خوتنا مغوكين عيد مبارك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك سي قادر،
وتحية لكل الناس ديال الجزائر. احمد وادي كيقول تحياتي من ساحل العاج، حنا كنقول لك تحياتنا ليك من مدينة الدار البيضاء. سي حسن كيقول السلام عليكم. السلام اخي الكريم. فاطمة هيمي كتقول نبارك ليك من المملكة السعودية، فاحنا كذلك كنباركوا ليك من المغرب المملكة السعودية طبيعة الحال. نوال كتقول مبروك العيد، فاهلا وسهلا بك نوال ومبروك كذلك عيدك. حسان عفيفي عارفي كيقول الله يسعد الصباح. الله يسعد الصباح اخي الكريم، توفيق تحياتي اخي الكريم. نحن كذلك نحييوك من هذا المنبر بالضبط من مدينه الدار البيضاء. طيب الله خاصم تحياتي وتقديري لكم من الناظور، اهلا وسهلا بك اخي الكريم. نحن كنحييوك من مدينه الدار البيضاء الى الناظور. عبد الرزاق الشرادي تحيه لكل الناس كتامه وفرنسا، تحيه كنحيوك انت بدورك والناس ديال كتامه وفرنسا واينما كانوا كاع الناس. فاطمه الزهراء، فاطمه الزهراء بات النداء ديال الدعاء ديال اللي عنده مشكله وعنده الغم، فكتقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. شكرا لك فاطمة الزهرة. محمد ضريف تحية وتهنئة من فاس إلى جميع المغاربة، مبروك عيدكم أخي الكريم، مبروك العيد لك كذلك وتحية لكل الناس ديال فاس. سي علي كيقول تبارك الله على المعلمة التاريخية. أحماني عمر تحياتي من مدينة الداخلة، حنا كذلك نحييوك من مدينة الدار البيضاء. سهيب علي كيقول صباحكم بالإيمان وطاعة الرحمن والأمن والأمان، صباح الورد الفايح من ليبيا مدينة بنغازي، فأهلا وسهلا بك سي سهيب. تحياتنا كذلك من المغرب إلى ليبيا. سعيد إبراهيمي مبروك العيد ما شنو مراكش. كذلك احنا كنحييوك سي سعيد، مبروك عيدك كذلك. طبعا احنا كنحييو كاع الناس اللي كيشاهدونا هاد اللحظات هادي، كنقول لهم عيدكم مبارك سعيد اينما كنتم. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية هذا البث المباشر، طبعا الحال استمتعنا بالوقت معكم، شكرا لتفاعلكم. كنت معكم انا هشام على المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء، وعلى امل التقي بكم في بث اخر بحول الله. نلقى اليوم لكم تبقوا على خير وعيد مبارك سعيد لكل الناس كافة، شكرا لكم وإلى اللقاء.